يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس. ناقش المجلس خلال جلسة اليوم عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن بعض القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التنمية المحلية. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس. وخلال الجلسة ناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن بعض القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التنمية المحلية. جلسة من الجلسات الهامة التي تم استخدام فيها أكثر من أداة رقابية من عدد كبير جدا من نواب المجلس الموقر، وبالتالي ينتظر انه وزارة التنمية المحلية تستجيب لهذه الأدوات الرقابية بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطن بكل تأكيد. هذه الجلسة نتمنى ان تكون جلسة لتصحيح المسار في الخلل الذي قد يشيب يعني او يلمس بعض الوزارات اللي معنية بهذه الملفات، خصوصا واحنا بنتكلم على ضرورة ان يكون المسار في دعم الدولة المصرية هو مسار واحد تشترك فيه كل المؤسسات، سواء كانت المؤسسات التشريعية والرقابية، سواء كانت التنفيذية، سواء كان الإعلام. الحكومة من جانبها عقبت على طلبات الإحاطة بأن الدولة قامت خلال السنوات الثمان الماضية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى تقليل عوادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار وشراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء. وفي الختام رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري.